الحقيقة بنتكلم على 4 أيام من التصعيد المتواصل، يمكن كل الأنظار دول العالم أجمع متجهة نحو الأراضي المحتلة لمتابعة التطورات في الأحداث الخاصة في فلسطين تحديدا، وأيضا الجهود المصرية اللي تابعناها خلال هذه الأيام المتتالية. ومش هقول الأيام المتتالية لأن دايما الجهود المصرية متواصلة، لأن القضية الفلسطينية هي من القضايا الأساسية اللي دايما ما بتنادي بيها مصر في كل المحافل الدولية. لكن خلال ال4 أيام اللي فاتت كان في جهود مكثفة لمنع المزيد من التصعيد ووقف الاعتداء على الشعب الفلسطيني واستعادة الاستقرار مرة تانية، وده الدور التاريخي زي ما قلنا لحضراتكم اللي دايما مصر بتكون ملتزمة به في حماية أبناء الشعب الفلسطيني أشقائنا في فلسطين ودعم القضية الفلسطينية وكمان وقف تطورات الأحداث في الساحة الفلسطينية. احنا عندنا كدولة مصرية دور سياسي ودور دبلوماسي معتدين على القيام به في محيطنا بصفة عامة، لكن احنا كمان بيربطنا بالقضية الفلسطينية نوع من الروابط المختلفة، لأن هو ده رابط تاريخي بيننا وبين القضية الفلسطينية. احنا كمان عندنا دور إنساني ودور إغاثي بتقدمه الدولة المصرية للأشقاء في فلسطين. امبارح التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قال إنه بيستعد لإرسال قافلة شاملة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية وكمان المواد الغذائية والعلاجية، وطبعا القافلة بتضم أطباء من كل التخصصات وأدوية وأجهزة طبية، وده لدعم الأشقاء في فلسطين، وده تنفيذا لتوجيهات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. يمكن يا منى اللي انت بتقوليه ده هو بيأكد على الدور الإنساني اللي مصر دايما بترعيه تجاه أشقائنا في فلسطين، لكن دايما الدور السياسي أيضا بيكون موجود، ومصر لن تتخلى عن أشقائنا في فلسطين أبدا، لأن هي زي ما قلنا قضية محورية، ودايما بنتبنى الحل العادل الشامل القائم على حل الدولتين وفقا لمرجعيات الشرعية الدولية. لكن ما حدث من يعني دور إنساني في الحقيقة هو مش حاجة جديدة ولا أول مرة بتحصل، لأن التحالف الوطني وكمان صندوق تحيا مصر قدم قبل كده قوافل إغاثية. يمكن كلنا فاكرين القوافل اللي قدمها التحالف والصندوق والمساعدات الغذائية الدوائية اللي تم توفيرها لأهالي غزة بعد نجاح الدولة المصرية في وقف العدوان اللي حصل في 2021. مش بس كده، ما كانش كمان فكرة وقف العدوان والجهود التي حدثت من أجل وقف العدوان، لكن كان في أيضا دور، وهنا دور تنموي، لأن مصر كانت خصصت في الوقت ده 500 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة مرة أخرى. وبالفعل شفنا المعدات المصرية سرعان ما اتجهت على أراضي قطاع غزة لإعادة الإعمار فيها مرة أخرى. لم يكن بس معدات مصرية، كمان كان المهندسين والعاملين المصريين صحيح. بجانب العاملين والمهندسين الفلسطينيين بيقوموا بالدور ده. مش هننسى أن الدور الإنساني والدور الدبلوماسي ده يعتبر ترجمة للمسؤولية المصرية تجاه محيطها العربي اللي عمرها أبدا ما تأخرت عن دعم قضايا، طبعا على رأس هذه القضايا القضية الفلسطينية، وده انطلاقا من الثوابت المصرية الراسخة تجاه فلسطين اللي بتعتبر أحد القضايا المركزية بالنسبة لمصر. احنا متعودين دايما على دعم للأشقاء الفلسطينيين صحيح. احنا النهاردة على مدار الحلقة هنكون بنتكلم ماذا يحدث في الأرض المحتلة على مدار الحلقة مع ضيفنا الأستاذ أشرف أبو الهول. بنصبح على حضراتكم، صباح الخير يا مصر.